جايين الليبيين والجالية الليبية اللي موجودة بالأردن، وبعض إخوان بعض إخوان الأردنيين والتوار الموجودين بالأردن للعلاج. هذا هم الموجودين هنا في أمام السفارة. شو اسمهم هم ال العبيد هذيما؟ توارق. لا التوارق. توارق. قسمهم بالله جو ولا وخسر الجو ما مصدق. جو فوق 80 نفر سلموا روحهم لنا، احنا قالوا احنا معاكم، اللي قلنا عليه القدام في كذب. والله دوري بليبيا زي أي تائر من التوار. يعني زي من أصغر بالسن لأكبر واحد. يعني إيد بإيد مع واحدة وكلمتنا واحدة ما بنتخالف. دبيك يا بربوك حول غادي في إسرائيل. هذا اليوم كنا بننتظره من زمان، يعني الحمد لله يعني نزلنا العلم بهالسفارة وشلنا علم الاستقلال، علم ليبيا الحرة، مو علم الطاغية، علم هالفاجر هالفاسد. وأنا بتشكر الملك عبد الله على ضيافته إنا وعلى علاجه إنا، والله يطول بعمره والله يحرمكم إياه. وتشكر شعب الأردن. احنا نفتخر منيتو ساعدتك، انا مش منيتو ربي غازي كلها في نار وكلها خلاها صحرا. بارك الله في نيتو، بارك الله في الشعب الليبي. تعال من اي واحد مش ليبي ما نبوش في المظاهرة. لا يا حبيبي اطلع برا، اطلع برا، واحد مش ليبي اطلع برا من المظاهرة، يلا برا وسخ برا يا الكلب. انت والنيتو برا بدوخ، خلاص النيتو برا، خلاص اسمع بدون ما تغلط، بدون ما تغلط خلاص خلاص انتهى الموضوع، بدون ما تغلط، بدون ما تغلط خلاص شكل خلاص. اللي ما جاء ساعدنا احنا ما نحتفظولاش بالجميل، الناتو ساعدنا. اللي يدعى انهم هم حرقوا علم الناتو وعلم الامريكان يجوا هم يساعدونا، اللي يدعوا الجهاد هون الجهاد كان ضد الطاغيه يحكم فينا 42 سنه ويقتل في شبابنا ويقتل في الناس، كانوا يجوا يساعدونا هم، ما فيش حد منهم جاء وساعدنا. لهذا نحن نشكر الناتو ونشكر امريكا ونشكر الدول اللي وقفت معنا زي الامارات وزي قطر وزي الاردن والباقي طز. احنا جينا هون اليوم اكيد نحتفل مع شباب ليبيا ومع ثورة ليبيا المجيدة والمباركة، وبنفس الوقت لنأكد انه احنا ضد اي تدخل اجنبي بالوطن العربي. هاي ثورات مش حصة للغرب، هاي ثورات للعرب، هاي ثورات حصة الشباب العربي. احنا اليوم اساسا لما سوينا الايفنت وعملنا الدعوة للسفارة كان على الايفنت حاطين انه احنا لا للتدخل الاجنبي ولا للناتو ولا لحكم القذافي والحكم المستبد تاع القذافي. والله بنسمع على الناس ولا دخل، احنا فضل الفضل طبعا لله، فهمتوا، وبعدها للناتو. لولا الناتو احنا كانت ليبيا حتمتسح مسح وبنغازي بصفه عامه. جينا هون حرقنا العلم، في بعض الناس ممكن قله وعي، ممكن هم شافوا انه انتصارهم اجى على ايد الناتو، وهي هاي الفكره الرئيسيه اللي احنا كنا بنوصلها انه انتصار الشعب الليبي بايدين شباب ليبيا وبايدين الشعب الليبي وهم اللي حرروا نفسهم. حق على من الناتو هون؟ لا لا ما بيجوز، يعني ما بيجوز، يعني الله بسخرنا هالناتو ليقف معنا. يعني والله لو مش الناتو راح ضيعنا، بنغازي دمرها، مصراتها دمرها بالكامل الزاوية. يعني الناتو هو اللي وقف معنا. هلا صار في سوء تفاهم من الشباب، انه الشباب الشعب الليبي الصديق، شباب جال الليبية فكروا انه الكلام موجه لهم، انهم هم اللي اتوا بالتدخل الاجنبي او بحلف الناتو من اجل هاي الثورة المجيدة، بس هو صار في سوء تفاهم. واحنا بنأكد وحاولنا نأكد للشباب انه الرسالة مش لهم، بالعكس الرسالة واضحة وصريحة لرأس الحية هو الغرب. يعني احنا لو بنرضى باستغلال كنا خلينا القذافي، بس لا يحموا باي شيء، لا انزال ولا استقلال بليبيا ولا راح نوقف بليبيا وندافع على ارضنا لاخر رجل اخ قطره من دمنا.